الولاد في المرحلة الأولانية قبل ما يبدأوا يتقلبوا كتير وهما نايمين، بتلاقي ناحية من الشعر اللي احنا دايما بننام عليه وتلاقي دايما ناحية اليمين، أغلب الأمهات بتنيم أطفالها على الجنب اليمين. بتلاقي الحتة دي فيها فراغ، الشعر ده وقع، شعر كله شغال بيطلع عادي، وحتى لو شعر البطن زي ما قلنا وقع وطلع غيره، بس بتلاقي الحتة دي فاضية فترة. ده فعلا ده حقيقي. أساعد إزاي إن هي تطلع تاني؟ دي مش بنعمل فيها أي حاجة، هو بعد 6 شهور شعره هينمو تاني وهينبت. إحنا عايزين الأم بس تقلب الطفل. الطفل إحنا عندنا الأطفال حتى عظامهم بنقول لين عظام، إحنا اللفظ ده مش موجود في الكبار، يعني الكبار نقول هشاشة ما نقولش لين أكيد. عشان عظمنا متكون خلاص، الصغير ده بيتشكل عظمه لين صح. فهي تقلبه فعلا مش هيبقى الحتة اللي هتبقى الشعر خفيف فيها، هتبتدي مع الوقت يطلع فيها الشعر عادي خالص. هي بتخف عشان يحصل احتكاك مع بصيلات شعر فروة الرأس والمثل السرير أو المخدة أو الحاجة اللي البيبي نام عليها على طول، فمع الوقت بتنحل زي ما بنقول بالبلد. بس البصيلات بنطمنها، البصيلات موجودة وهتطلع تاني ومفيش أي مشاكل.